ها عمو متبون طاح على وجهه ما عرفتش بغى يسجد الدرابو ديال المغرب شافو تما ولا نعاود نشوف هاو هذا شوفوا هذا اللقطه اللي طراس سبق يديها انتم عاودوا شوفوا هنا طاح على البلاصه طاح السيك ماشي زعما دارها ولا كاله ولا حاول يتفادى الطيحه طاح طيحه مباشره بحال الخبزه مالكم مالك الكراغله دايرين هكا كمل شوفوا عاود من زاويه اخرى هذاك الزبسك واش كان سكران 100% يكون سكران الاخوان ديما سكران هو شوفوا من هاد الزاويه شتو دابا عاد جري وعندو قبل ما يطيح دوز الفيديو اخر لا حول ولا قوة الا بالله واش تعرف على البق؟ ها؟ الماء ما كاينش سولوا على البق جاوبوا على الماء راه الماء ما كانش يا اخو اسمع شراك لا بالك واش تعرف على البق؟ ها؟ الماء ما كاينش شكون يسولك على الماء يا الحاج؟ سولوك على البق البق انا واش دخلي بالبق؟ البق انا راح ياكلني ولا نديرو الدواء ما نعرفش انا البق نعرف الماء ما كاينش نعرف الماء ما كاينش اش بينو بين البق راه الماء اللي ما عندوش اش بغى البق حتى نتوما الماء السيد كيموت بالعطش وما كيسولو على البق ندوزو لفيديو اخر عندنا 50 سنه من الاستقلال فرنسا مازالها ضد الجزائر هاد الارض الجزائريه من احنا في الديار شنو هذا حدود جزائريه او بعيده فرنسا علينا كيف حتى تبعث لابوليس يجي يخرجونا من ارض جزائريه الطفل قال داكشي اللي ما قدروش الشباب الجزائري يقولوه هادو جراو عليهم من الديور فرنسيين جراو عليهم من الديور صحاب الاقدام السوداء ولا اش كيسميوهم مثل لابوليس دمو لابوليس لي بومبي لي كاسكو بلو رونفور كاع خويا مريض عقليا من راسو مسكين شوف لابوليس ضمت طرطق زاد عليه الحال مسكين حتى يما قاسها مشي بالعاني هاي منا نفلقا كاع هاي لك ليها هاي يما شوف كيفاش عايشين مساكن كيفاش بغيتي هاد الشباب يعني ما فهمتش علاش مازالين صابرين ما فهمتش دولة الغاز والبترول كيجريو عليهم الزناقي هكا ومكرفصين لا ماكل لا هاي البارح نحاك الباسبور شوف هي ما تستر ما تزرق بيان في السبيطار شراكة دوكا البارح كان في ليزولمون هما سالو في ليزولمون دوك ما تشوفوش غير ريح 4 شهور لتماك غير تديلو غير الحوايج ما تشوفوش كاع ما كان لا دار لا دوار تقرا يا ولدي الخراي ما كاش تقرا ما كاش تقرا الحوايج ما نش نصيب باش نروح للمسيد كيف هدير تريح في قيطون الشتا تقطر عليك ما تخليكش ترقد البرد ما تصيبش كوفيرتا كيف هدير وكيف تقرا كاينه طابله هنا ما كاش تحط تدخل زعما كي دخلت للقيطو تحط كارطابك ما كاين ني تيليفزيون ني كش حاجه وين دير البحث كش بحث ولا كش طابله كيف تكتب على حسب ما نشوف انا كل ما نمشي في كل طور وكل ما نجي على حسب ما درت على الساحل الجزائري نصيب بزاف ديور وشنو هذا ما يمدونا ما يمدونا السكنة يا اخو عرفتي شفت كيفاش مكرفصين كيهضروا بدا يسبوا فينا عاود ما يحتجوا على حقه يعني ثلاث ايام العيد بارك الله فيك بالله عليكم ايها المسلمون اين اثار العيد والله العيد شفتوا العيد هكذا كنا زمان حنايا غزوه الخميس الجمعه السبت العيد الكبير عيد الاضحى يا بنتي يا وليدي كش ما كاين عيد وين راه ما كاش صح او يروح الدين غير بالعقل هذا امر مقصود مدبر راهي حرب على الاسلام غدوه الخميس الجمعه السبت ثلاث ايام نشكون في المرجل حصايد فارغين وراهم الكباش الخميس الجمعه السبت العيد ما كاش اخ العزيز ما كاش الدين ناوي راه غير بالعقل علاش ما كاش الكباش بارك الله فيك اخ العزيز وراهم الكباش تاع الجزائر وراهم الاغنياء المرفهين تاع الجزائر كنت
تعجب دابا بحال هاد السيده، يعني كتعرف بينك وبين الله وكتخاف الله وما كتخافش شي واحد اخر من غير الله، وهضر على عمي تبون، هضر على اللي فقروا الجزائر، ماشي ايوا راه حنا واش هكا كان العيد شحال هادي، ماشي هكا كان العيد، واش كل اللي خلى ان ما يكونش هكا العيد ديال هاد المره، ماشي بحال الاعياد الفايتين، هضر حتى جا صاحب. وراكم يا الاغنياء 11000 ملياردير في الجزائر يشرو بها امريكان، فضل انه يهاجم الاغنياء ديال الجزائر وما يهاجمش اللي فقر العصابه الكبرانات اللي فقروا الجزائر، ما يقدرش يهاجمه، يهاجم الاغنياء اللي عارف ان ما غاديش يديروا ليه والو. بارك الله فيك. دراهمكم البنكه يا اغنياء، انصروا دين الله عز وجل. اش بغيتي الاغنياء؟ سير ديريكت للمنبع، شكون اللي حاكم الجزائر؟ شكون اللي كيهز الثروات ديالها من غاز وبترول الى اخره؟ ماشي ليا الحيط القصير. انصروا دين الله عز وجل، بالك قبل العيد تموت. وراه الكبش، وراه عيد الاضحى، وراه. بارك الله فيك اخ غازي. وين راه انت؟ انت وين راك؟ انت وين راك؟ دوزو الفيديو اخر. والكرغولي والله لا شتي هذا المحيط، راه المحيط اللي بغاو. والكرغولي والله لا شتي شتي هاد المحيط. ايام تذكرني بالما، ايام تذكرني بالما، صرف على بوزبا، صرف على بوزبا، عبر ولا جني رات محلين ومطر. والكرغولي والله لا شتي هاد المحيط، والكرغولي والله لا شتي هاد المحيط. ندوزو الفيديو اخر. السلام عليكم. دوك القوة الحازقة دوليا وافريقيا. كل شيء مصدي، كل شيء مقشر، كل شيء طايح. شو الأزبال، شو الأزبال، شو الزبل هنا، شو السخنة. بعد قطاع أمراض هذه. شوف الحيط قديم، شوف. كل شيء قديم، شغل الحيط. اخويا يحكي، السلام عليك، الاطلال تحكي على التاريخ يا كلشي مصدق لك تحكي على التاريخ. نخرجوا على المدينه على بلاص دارم. شوف 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 الباب ديال قبل الاستعمار، باب ديال الخشب. كيف هذا؟ لا حول ولا قوه. شوف فين عايشين الكراغيله. دوزوا الفيديو اخر. في شهرين مازال ما شاف الماء، كل يوم غدوة من غد الليالي يا خويا. احنا ما صحصين ليش سيتيرني، انا في عمري 50 عام، اختي 54 عام، ما نطيقش انا النقل يا خويا. انا يطلق لي السباله تسير كيما احنا كيما الناس، رانا مواطنين. صلاة العظام العيد الناس معايده وحنا اللي قافلين نجي لك هادو نجرو عيب وعار في 2024. اللي عمرك اللي ما يعمرش راه حل كي بزاف الغاشي ما نطيقوش. الا قلنا شحال من سيتينا، الا قلنا هما واحد العشره تاع لي سيتير ولا فانا. احنا ماذا بينا وبالموتير، بلا ماشي موتير، ماشي بالجيريكات، راه كاين لي ريزيرفوار الشيطان. حنا رانا محتاجين مراعي وبلا ما محتاجين يا اخو، محتاجين ما نطيقوش نعيشوا. راه العيد وعواشر وحنا يا نقلوا في الماء. العيد والعواشر وما لقاوش الماء. كارطينا ثاني. الله يشافيكم يا اخو. ندوزوا الفيديو اخر. الكجوع والعطش والذل، الله عز وجل يعاقب الجزائر في الدنيا قبل الاخره. شو مسكن دابا الشعب الجزائري اللي ما لقاش الماء، ما لقاش خدمه، ما لقاش السميد، ما لقاش الزيت، وشد الطابور على الحليب والعجاج والريح والغبره. لا حول ولا قوه الا بالله. دوزوا الفيديو اخر. شوف الفولكلور ديالهم، شوف الفولكلور. اش كيدير زعما؟ كيسخن يديه زعما. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ديال الكراغله، الشطيح اللي بقى خاص، اش خصك العريان الخاتمه مولاي، الشطيح اللي خاصكم
على هذا الجوع والنوع اللي فيكم. إخوة وصلنا آخر هذا الفيديو، تحياتي لكم ديما مغرب والعزاء للكراغيلة، ديما مغرب من طنجة للقويرة. السلام عليكم.